واحد القضيه كي راه في المحكمه راه كاين القانون. اسمع واش كاين شي ضحيه تمشي بلا محامي؟ دابا 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 واحد القضيه شكون اللي معطل؟ شكون اللي معطل حنا ولا هما؟ لا هما اللي معطلين. هما اللي معطلين. حنا حنا كالوداد لاعبين الاربعاء. جاو دابا انت تلعب الخميس دابا وراه ما درتيش شي شويه. اسمع شو واحد القضيه راه واحد القضيه راه هما اللي غيضروا. شكون انا هما هذوك اللي ما جايينش هما اللي غيضروا. راه الوداد اللي ضر دابا. انا كوداد انا اسمع انا كوداد فاش غيصيفطوا هذاك الشيء هذا نقول لهم لعبنا الاربعاء انصرف لكم لعبنا لعب على البروغرام اللي عندي. لا ودابا واش تلعب الاربعاء ولا انتوما انتوما القانون اللي عندكم راه انتوما القانون اللي عندكم اللي خصكم يكون صالحينه لان اليوم شكون اللي لقى الحل؟ شكون اللي لقى الحل؟ انا لقاو الحل هي الكاف راه ماشي ماشي سميت هذه يعني راه ماشي انيبا لقات الحل الحل لقاتو الكاف على الوداد دابا المشكله ديالها مع من ولات راه ما بقاتش مع انيبا ولات مع الكاف ولكن واش الوداد دار شي مراسله للكاف ورا الكاف ما خصهاش تاخذ قرار بلا ما تضرب على الوداد كل وداد خصها تحتج شي الكاف راه ما دابا باش تعرف انا كاين تخربيق في هذا الكاف الوداد قبل ما قبل هذا الكاف ما تاخذ شي حاجه راه خص تضرب مع الوداد خص الوداد دابا حنا خصنا نعرفوا حاجه خصنا نعرفوا واش الوداد عطات الاوكي ولا ما عطاتش الاوكي؟ لا هذاك خصنا نعرفوا واش التليفونات؟ لا التليفونات ما خداميش شنو بغيت نعرف انا؟ كاين لي زيميل انا خصنا باش ندير عليك حجه.